هنا تونس، هنا حرب أكتوبر، حرب التحرير الوطني، حراك 6 أكتوبر. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل تقريره إضراب عام في كامل مناطق الجمهورية يومين، في حين أكد أنه سيتخذ القرار في الأيام القادمة. هذا اتحاد الشغل اللي نعرفه، هذا اتحاد الشغل تاريخ نضالي، هذه قلعة المناضلين، قلعة فرحات حشاد اليوم تلتحق بحراك 6 أكتوبر لزوال ورحيل قيس سعيد. اليوم على الشعب التونسي لازم يكون الناس كل تتوحد. الاتحاد اليوم أصدر حقيقة هذا الإضراب في رسالة إلى أن الاتحاد لن يتخلى على الشعب التونسي ولن تتخلى مواقفه في حرب التحرير واللي سميناها حرب أكتوبر، حرب 6 أكتوبر لرحيل عدو الغاشم قيس بن موسى سعيد. هذه الأحداث تتوالى، عديد الالتفافات على حراك 6 أكتوبر الشعبي السلمي والسلم، يعني لهنا يعني الحراك سيضمن السلمية وسيضمن الوحدة الوطنية خلف مؤسسات المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. طبعا كذلك مخطط بوعسكر سنكشفه بالإبدان، لنا من القدرة أن نكشف مخطط بوعسكر في تزوير الانتخابات، وهذا نتحفظ عليه لهذه الأيام وسنكشفها بالوثائق والأدلة والتسجيلات الصوتية. كذلك مجموعة أنانيموس البارحة قامت بعملية، يعني عملية بهجمة طوفان الجيش التونسي، طوفان قرطاج، وهي عمليات أنانيموس لم تتدخل منذ ثورة 2011، ولكن هذه المرة أعلنت دعمها المطلق في 6 أكتوبر، حراك 6 أكتوبر في صفحتها الرسمية، وتمكنت من إغلاق موقع www.cartage.tn موقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، تمكنت البارحة وضربت هذا الموقع، وعنا الصور والدليل كما تشوفوا، ضربت هذا الموقع لمدة يعني 40 دقيقة، أغلق الموقع بالباب، ثم قاموا يمكن ربما المهندسين في قصر قرطاج باسترجاع الموقع، ثم بعد ساعة تم إغلاق الموقع، يعني موقع رئاسة الجمهورية بالتمام يعني فيه. وعاد بعد جهد جهيد في رسالة من مجموعة أنانيموس والشباب التونسي والشعب التونسي أن قيس سعيد لابد أن ترحل، ثم ترحل بعد هذه الانتخابات المزورة. هذا هو حال الشعب التونسي، الجميع يتوحد، السلمية شعارنا، الوحدة الوطنية، يكفي الشقاقات، الشعب يناديكم، واجبكم المقدس في حرب التحرير 6 أكتوبر ضد العدو الغاشم قيس سعيد لرحيل هذا العدو. شكرا لهذا التضامن الشعبي، شكرا لاتحاد قلعة الأمجاد، اتحاد فرحات حشاد الذي لبت النداء واصطفت إلى جانب الشعب التونسي في تحرير هذا الوطن. وإن شاء الله نعطيكم بالأخبار. كذلك نحب نبشركم أن أغلب يعني مجموعة أنانيموس التونسية تمكنت من حجز 36 بريد إلكتروني لمسؤولين، منهم وزير خارجية سابق، وسنكشف لكم للشعب التونسي ماذا حصل في الخمس سنوات، كل جرائمهم تحت السيطرة وتحت شباب تونس وتحت الأنانيموس في كشف حقيقة ما جرى، لأنه هذه العصابة، عصابة قيس سعيد اليوم ضدها الشعب الكل، والشعب 82% ضد قيس سعيد. طبعا العصابة هذه تحب تخفي الجرائم، ولكن لنا من الشباب شعب لا يقهر، شعب تونس شعب الجبارين، شعب ليس الشعب الجزائري أو شعب آخر يمشي بالمدراك، لأنها شعب مثقف، أبناء الحركة الوطنية 1906 علي بشحامبة، حركة شباب تونس، والزعيم لحبيب بورقيبة وفرحات حشاد. تونس أكبر من قيس سعيد وأكبر من الجميع. تحية إلى قلعة النضال، الاتحاد العام التونسي للشغل، لانضمامها ولتلبية نداء الواجب مع الشعب، في انتظار الهبة الشعبية إن شاء الله 6 أكتوبر تتحرر الوطن وعصر جديد وعهد جديد. وندعو القوات الأمنية والعسكرية لمنع هروب أي شخص من عائلة أو عصابة قيس سعيد، لأن الساعة قادمة، وقلنا أن قيس سعيد قوس وانتهى. لكم منا سلام ولكم منا احترام، هنا تونس، هنا حرب 6 أكتوبر، هنا حراك 6 أكتوبر. نواتيكم بالأخبار تلو الأخرى، والسلام عليكم.